أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير مما يفرقها. فقد عقدنا العزم وآلينا على أنفسنا العمل على تعزيز التضامن بين دولنا. أكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، وسعينا في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياته وتوسيع مضامينه وتكليف المؤسسات العربية المشتركة بالعمل على تطوير أنظمة وأساليب عملها. أعلن ختام هذه القمة وإلى القمة القادمة إن شاء الله، والله ولي التوفيق. ما في حاجة تجمعنا أبداً إلا القاعة هذه.